ندي على بركة الله. قول العنوان البلاد تعالى. دونيشن اللي هي تبرع بالدم. بالمحاضرة السابقة أخذنا البلاد كوليكشن بشكل عام، وعرفنا أنه الأخطاء اللي تصير قبل وأثناء وبعد عملية الجمع، وشون أتعامل مع المريض من يجي للمختبر، وشون أسحب الدم بكافة تفاصيلها، حتى طريقة التعقيم والتعامل مع المريض حتى بعد سحب الدم منه. هذه المحاضرة راح ناخذ البلاد دونيشن، التبرع بالدم. التبرع بالدم هو مهم لصحة المتبرع نفسه، وأيضا لمساعدة الأشخاص الآخرين اللي هم بحاجة إلى هذا الدم، سواء كان الأشخاص اللي عانوا من حادث وكانوا بحاجة إلى الدم بشكل فوري، أو اللي أشخاص اللي يحتاجون إلى نقل الدم بشكل دوري، مثل أمراض الثلاسيميا أو الأمراض الخبيثة وغيرها من الأمراض. أكو خطوات لاختيار المتبرع، يعني مو أي شخص يجي لمصرف الدم يريد يتبرع بالدم مالته أنه هذا دم مقبول حتى أخذ كدم متبرع وأنقله إلى شخص آخر في المستقبل. لا، يكون هذا الدم أجري عليه عدة اختبارات، وبنفس الوقت المتبرع نفسه أتعامل معه بعدة خطوات قبل لا آخذ منه الدم. هذا كله لتجنب انتقال أمراض معدية إلى المستقبلين لهذا الدم، وبنفس الوقت لحماية هذا المتبرع. يجوز المتبرع الجاي حتى يتبرع بالدم، الدم مالته بيه خلل أو إنه كمية مالته قليلة، فمن يتبرع بالدم هو راح يتأذى من هذه العملية. عندي 4 خطوات أتعامل بها مع المتبرع. الخطوة الأولى هي التسجيل المتبرع. أول ما يجيني المتبرع للمختبر أسجل المعلومات مالته، كان تكون الاسم مالته أو تاريخ الولادة، مجموعة الدم مالته، واللاست دونيت ديت آخر تاريخ للتبرع بالدم، رقم التليفون بالإضافة إلى عنوان السكن. الخطوة الثانية هي الميديكال هيستوري، والثالثة هي الفيزيكال اكزامينيشن، والرابعة هي اللاب تيستينج. راح نرجع عليها بالتفاصيل. الميديكال هيستوري التاريخ المرضي أو التاريخ الطبي للشخص. عندي عدة كويشنير هي اللي محدد لكم اياها كملحق بالمحاضرة، تقريبا 48 سؤال ينسأل المتبرع هذه الأسئلة حتى أضمن أو أتأكد أنه هذا المتبرع سليم، ما عنده مشاكل، الدم مالته سليم، أيضا خالي من الأمراض. الأسئلة اللي ممكن نسألها هي مجرد أنتم تطلعون عليها، هي للاطلاع هذه الأسئلة، لكن بس أنتم المفروض أنه تعرفون من يجي المتبرع شنو الأسئلة اللي راح تسألوه، شنو الصحة مالته، شلون، شنو شعوره اليوم مثلا، أو شنو المضادات الحيوية اللي ماخذها خلال الفترات القريبة، يعني خلال 3 أيام 4 أيام، شنو الأنتيبايوتيك اللي ماخذه، هل هذا المريض أو هذا المتبرع عنده أمراض مزمنة، كأن تكون أمراض قلبية أو تنفسية أو كبدية. بالإضافة إلى ذلك، هل خالط أشخاص عندهم أمراض معدية مثل الهيباتيتس أو الأيدس، أو هو أصلا عنده أنتيبادي لهذه الفيروسات بجسمه. هذه كلها ينسأل عنها، وبنفس الوقت يجري عليها اختبارات حتى يتأكد من مدى دقتها. نسافر إلى مناطق بها أمراض معدية أو تنتقل بشكل سريع، مثل أفريقيا، أفريقيا مثل على سبيل المثال مثلا بها ملاريا. سافر إلى منطقة بها ملاريا مستوطنة، أو سافر إلى مكان آخر بأمراض أخرى مثل السيفلس وغيره، لأن كلهن نتأكد منهن قبل لا نقوم بعملية جمع الدم من المتبرع. أنتم راح تاخذون بالنظري أنه الأشخاص أكو عندهم نقاط تحدد أنه هذا الشخص غير ملائم للتبرع بالوقت الحاضر، لكن بعد فترة من الزمن ممكن أن هذا الشخص يكون مؤهل للتبرع بالدم. النساء
ممكن انه هن ايضا يتبرعن بالدم بشروط معينه، مثلا انه ما تكون في فتره الحمل ولا في فتره الرضاعه، يعني ورا 6 اشهر من الحمل او من الرضاعه او حتى من الاجهاض يا دكتور تتبرع بالدم. هنا يعني اكو تقييد جزئي لعمليه التبرع بالدم، مو مثل الشخص اللي عنده امراض قلبيه مزمنه او تنفسيه مزمنه، هذا نهائيا يكون ممنوع من عمليه التبرع بالدم. حتى الاشخاص اللي اجروا عمليات جراحيه كبرى، هذا ممكن ينتظر سنه، بعد سنه ممكن يتبرع بالدم. عمليه جراحيه متوسطه ممكن هذا بعد 6 اشهر ايضا يقدر يتبرع بالدم. الخطوه الاخرى للتاكد من انه هذا الشخص مهيئ لعمليه التبرع بالدم هي الفيزيكال اكزامينيشن. تتضمن عده نقاط، منها العمر. العمر المتبرع هي غالبا يكون من 16 او 17 الى 60 سنه، لكن تشوفون بين قوسين انه ماكو عمر محدد. يعني شخص عمره 70 سنه لكن الصحه جيده، ما يعاني من اي مشاكل، عده قابليه انه يتبرع بالدم، اوكي يتبرع بالدم مو مشكله، يعني ما نتقيد بالعمر. الوزن، الوزن لازم ما يكون اقل من 50 كيلوغرام. بينما اذا كان هو سمين ممكن اخذ منه دم او لا، هذا ايضا تحدد الصحه مالته، يعني هو صح سمين ووزنه مفرط لكن ما عنده اي مشاكل صحيه، ممكن ايضا بهذه الحاله يتبرع بالدم، لكن كحد ادنى انه 50 كيلوغرام هو الحد الادنى لوزن الشخص المتبرع بالدم. البلاد بريشر، ضغط الدم، ايضا لازم يكون ضمن الحدود الطبيعيه، الرنج الطبيعي لضغط الدم حتى يقوم بعمليه التبرع. اذا انتم رايحين لمصرف الدم او شايفين مصرف الدم انه اكو عده غرف، غرفه تسجيل بالبدايه انه شلون استقبلت المريض، نفس الغرفه اللي سجلت بها المريض راح تقوم بها بالكويشنين او تسال الاسئله حتى تتاكد من الفيزيكال هيستوري الخاص بالمريض، وتنتقل لغرفه اخرى تجري بها الفحوصات الجسديه كالعمر والوزن وضغط الدم والنقاط الاخرى. بعد ذلك، بعد ما نكون مهيئ لعملية نقل الدم، يتم نقله إلى غرفة التبرع بالدم. الفيزيكال اكزامينيشن، النقطة الأخرى اللي لازم نتأكد منها قبل عملية التبرع هي البلس أو النبضات القلب، لازم تكون أيضا ضمن الحدود المنتظمة والطبيعية اللي هي تقريبا ريش 50 إلى 100. كنتم تعرفون أنه عدد النبضات الطبيعية هي 70، لكن الشخص اذا كانت نبضاته من 50 الى 100 هو هذا الرينج ممكن ايضا يتبرع بالدم. الحمى او الحراره، درجه الحراره ايضا لازم ما تتجاوز 37.5 درجه سيليزيه. ارتفاع درجه الحراره معناه انه اكو انفكشن، فلازم تكون ضمن الحدود الطبيعيه اللي هي اقل من 37.5 درجه سيليزيه. الموقع اللي راح ابذل بيه القطن او اللي ابذل بيه الوريد، عفوا منطقه بذل الوريدي، الشكه مالتك وين راح تخليها بالذراع؟ هي غالبا في منطقه الانتيكوبيدال فوزا اللي قلنا بها 3 اورده اللي هي الميديان فين والبازيليك فين والسيفاليك فين. هذه المنطقه لازم ما تكون بها اي اصابه، ما تكون بها اي اثار للحروق، تكون سليمه حتى اقدر اضرب بها الابره او النيدل الخاص بكيس جمع الدم. الخطوه الاخرى هي اللاب تيستينج، اختبارات مخبريه حتى اتاكد من انه هذا الشخص قادر على انه يتبرع بالدم. لازم اول شيء افحص الهيموغلوبين، قيمه الهيموغلوبين يعني يحددوها غالبا انهم تكون اقل من 12.5 قيمة الهيموغلوبين هذا. لكن في حالات انه ما اقدر اقيس الهيموغلوبين، عندي طريقة اخرى انه افحص البي سي في، قيمة البي سي في لازم ما تكون اقل من 38% حتى هذا الشخص يكون قادر على انه يتبرع بالدم. عندنا عدة طرق لفحص الهيموغلوبين بالمختبر، انتم مفروض انه ماخذيها في العام السابق، يعني ما راح ندخل بتفاصيلها لكن مجرد تعداد انه الهيموغلوبين ممكن نفحصه عن طريق جهاز سالي، نسميها بطريقه سالي. الطريقه الاخرى هي ساين ميت هيموغلوبين ميثود،
والطريقة الأخرى هي الهيموكيو. الهيموكيو جهاز مثل الجهاز السكري، جهاز إلكتروني إذا أنتم شايفيه، هم ويا سلايد خاص ينحط عليه قطرة دم ويقرأ الجهاز ويعطيك نسبة الهيموغلوبين. قلنا إذا ما كنا قادرين على أنه نفحص الهيموغلوبين، نقيس الهيماتوكليت أو البي سي في، القيمة مالته لازم ما تكون أقل من 38%، من أعلى من هذا الحد. الفحص المخبري الآخر المهم للمتبرعين بالدم هي الـ IBO، قياس الـ IBO أو معرفة مجموعة الدم، زمرة الدم الخاصة بالمتبرع، وكذلك الـ RH الخاص بهم. نقوم بتسجيل معلومات أو النتائج الاختبارات اللي أجريناها على فورمات المتبرع. فورمات المتبرع. سدوا المايكات. سدوا المايكات. Collection of blood، جمع الدم. قبل لا أقوم بعملية جمع الدم، لازم الغرفة اللي يتبرع بها أو نجمع بها الدم من المتبرعين تكون غرفة هادئة ما مزدحمة وأجواء مهيئة لعملية السحب. إذا كان المتبرع خائف من عملية التبرع أو من عملية البذل الوريدي إلى، نحاول انه نهديه ونطمئنه انه العملية غير مؤذية الى من يكون هذا، يلا نبدأ نسحب منه او نجمع منه الدم. المتبرعين ممكن يصير عندهم رد فعل لعملية التبرع، كأن تكون خوف من النيدل او انه ممكن تلعب نفسه او يذوق من عملية التبرع، هذه كلها رد فعل يصير للتبرع. المفروض انه غرفة تبرع بها طبيب، هذا الطبيب يقدر يتعامل مع كل الحالات او ردات الفعل اللي ممكن تصير. كيس الدم البلاد كولكتنج باك، قبل لا استخدم اي كيس لازم اتاكد انه هذا الكيس ما بيه اي عيوب، هو جاهز لجمع الدم، و الاكسباير مالته اهم شيء انه يكون ضمن المدة المحددة للعمل او لجمع الدم به. النقطة الاخرى انه الكيس، مستوى الكيس لازم يكون بمستوى اسفل او اكثر نزولا او هبوطا من منطقة السحب لذراع المريض، وغالبا يتم وضعه على الارض او على مستوى منخفض عن ذراع المريض بسبب الجرافيتي أو الجاذبية حتى ينزل الدم بشكل سلس إلى داخل الكيس. يستخدمون أيضا ميزان خاص لوزن كمية الدم اللي راح يتم جمعها، غالبا هي الكمية اللي يأخذوها بالكيس هي 450 مللتر، فأكو عداد أو ضبط اللي على الميزان يتم ضبطه على 450 مل، بحيث انه هذا الميزان تلقائيا من يوصل الى الكمية المحددة راح يوقف عملية السحب. هذا هو كيس الدم. الاكياس الدم هي بانواع، ممكن انه تكون بشكل مفرد او ثنائية او ثلاثية او رباعية، كل واحدة منها تستخدم لاغراض متعددة. هذا الكيس تشوفون انه اكو كيس اخر هو البري دونيشن باك، كيس آخر قبل عملية جمع الدم، يعني هذه هي النيدل اللي أدخلها إلى داخل الوريد، هذا الغطاء الواقي للنيدل بعد إنهاء عملية السحب أسحبها للأخير حتى أغطي بها النيدل. أول ما يتم جمع الدم يتم جمعها في هذا الكيس، نسميه بالبري دونيشن باك، كيس فرعي يأخذ كمية قليلة من الدم. الغرض من جمع الدم بهذا الكيس الصغير هي انه من غرست النيدل داخل الوريد راح تجي ويا السكين بارتيكلز والبكتيريا، البكتيريا الموجودة على الجلد ممكن او حتى قطع من الجلد، قطع دقيقة من الجلد هي راح تدخل بأثر النيدل الى داخل هذا الكيس.
بدل ما هو يروح للكيس الرئيسي، لا هو مباشرة راح يدخل الكيس الفرعي. من دخل لكمية معينة إلى داخل هذا الكيس، نسد هذه القراصة هنا، نسدها حتى نمنع جريان الدم إلى داخل هذا الكيس. وهنا أكو مثل قطعة بلاستيكية هنا أيضا تنكسر حتى تسمح لجريان الدم إلى داخل الكيس الرئيسي. في عملية الجمع الأولى حتى لو كانت هذه القراصة مفتوحة ما راح يجري الدم طالما أن هذه المنطقة مسدودة. من تكسر هذه المنطقة وتبقى القراصة مفتوحة راح يجري الدم إلى داخل الكيس. هنا راح يعبر الدم إلى داخل الكيس. فكمية الدم المحددة أو الكيس هذا محدد لأي مدى من الدم راح يجمع شقيت من الدم مثلا 450 مل. خلاص من يوصل 450 مل نحن رابطين جزء من هذه التيوبة على البالانس أو الميزان نفسه عند نقطة معينة، توضع عليها هذه التيوبة مالت كيس الدم. من توصل للحجم المحدد هي تلقائيا راح تسد الكيس من هذه النقطة وتمنع دخول الدم إلى داخل الكيس. هذا الكيس اللي تشوفوه أمامكم هو هذا رباعي، نحن نسميه بالرباعي. شوفوا هنا النيدل، النيدل بعد ما ندخله داخل الوريد الدم راح يعبر لهذه النقطة يدخل إلى داخل البري دونيشن باك. أيضا من هذا الكيس الصغير نحن نقدر ناخذ الدم عن طريق هذه المنطقة ندرس بها تيوبات لإجراء الفيرال تيست، لإجراء الاختبارات الفيروسية على دم المتبرع. هذه خطوات قبل عملية نقل هذا الدم إلى المستقبل أو المستلم لهذا الدم. هذا الكيس نجمع به الوول بلاد الدم بشكل كامل. أكو أجهزة خاصة أنه بعد ما جمعنا الدم أنه ممكن الدم اللي انجمع هنا بعد ما تم وضعه بالسنترفيوج الخاص يفصل إلى عدة مكونات RBC، بلازما وأجزاء أخرى من المذيبات الموجودة بداخل البلازما أو الصفيحات الدموية، يعني صفيحات بلازما و RBC يتم خزنها بالتيوبات الأخرى. هو يتم توزيعها بشكل تدريجي، يعني من انترس هذا التيوب بال RBC والبلازما أيضا عن طريق سنترفيوج راح ينقل البلازما إلى التيوب الأخرى وينقل الصفيحات أيضا إلى التيوب الأخرى. لازم قبل عملية التبرع بالدم انه الكيس اللي انا خصصته لهذا المتبرع اكتب عليه معلومات المتبرع، الاسم، مجموعة الدم والتفاصيل الاخرى للمتبرع تنكتب على الكيس. بعد عملية التبرع ايضا ارجع اقارن المعلومات اللي سجلتها للمتبرع على الكيس مع اللي انا مسجلها مسبقا في سجل خاص واتأكد انه المعلومات مطابقة ل هذا المتبرع قبل الجمع وبعد الجمع مع المعلومات الموجودة بالسجل المتبرعين. تقنيات التعقيم، شلون أعقم منطقة السحب، منطقة الانتيكوبيتال فوزا، شلون أعقمها؟ غالبا هم يستخدمون مركبات الأيودين، البوفيدون أيودين أو الـ PVP أيودين هو الغالب تم استخدامه كمعقم، أو أنه ممكن استخدام البوليمر أيودين كومبلكس كمعقم. مع عملية جمع الدم من المتبرع يتم استخدام التورنيكيت أو يستخدم البلاد بريشر كاف، الكاف مانتل جهاز الضغط نربطه على ذراع المريض تمهيدا لإجراء عملية جمع الدم. منطقة اللي راح نسحب منها لازم نعقمها تقريبا او نحكها بمعقم اللي هو الايودين لمدة 30 ثانية، بس المساحة هي تكون تقريبا 4 سنتيمتر. بعد ما عقمناها اذا انا مو جاهز مباشرة حتى ادخل النيدل مالت الكيس، لا هنا ممكن اجيب شاش معقم واغطي بها منطقة التعقيم. إذا كان الشخص عنده حساسية من الأيودين ممكن استخدام معقمات أخرى مثل الكلورو هكسيدين جلوكانات أو أيزو بروبايل الكحول. بالمحاضرة عندكم طريقتين
تحضير الذراع لعملية سحب الدم. الطريقة الثانية للتعقيم، نقوم بحف المنطقة تقريبا 4 سنتيمتر أو 2 في 2 إنش لمدة 30 ثانية مستخدما صابون سائل، يعني نغسل المنطقة بالبداية. بعد ما غسلنا المنطقة ممكن أنه نجي نطبق الأيودين عليه، نعقمه بالأيودين. طريقة التعقيم هي نفس اللي أخذناها بالمحاضرة الأولى، شلون نعقم، هي بحركة لولبية من المركز إلى الخارج، من يرجع لنفس المكان مرتين. قلنا إنه إذا عقمنا ومو مستعدين لإجراء عملية جمع الدم بشكل مباشر، ممكن إنه نغطيها بشاش معقم إلى أن نكون مستعدين لإدخال النيفل إلى داخل الوريد. إذا قام المريض بتني الذراع مالته بعد عملية التعقيم، هذا راح يخلينا نرجع نعيد عملية التعقيم من جديد، أو حتى إذا قام بلمس المكان بالأصابع أيضا راح تكون منطقة غير معقمة وترجع تعيد خطوات التعقيم. طريقة أخرى للتعقيم أنه نطبق أو جيل تعقيم أو جيل معقم، نرشه على المنطقة المحددة، هي تقريبا كمية 1 مل ناخذها من هذا الجيل، نرشه على المنطقة اللي فوق منطقة المقصود عليه إجراء عملية بذل الوريدي. هما غالبا يمسكون قطنة بالمقص ويبدون يحركون به، نحن كاتبينكم يشتري ابتكيتر ممكن تحرك به القطنة حول المنطقة ما فوق منطقة السحب. أيضا حركة دائرية للخارج تقريبا هي تكون 1 إنش حول منطقة البزل. بعدها إنه ممكن نجيب أيودين أيضا نعقم بها، نعقم المنطقة المقصود السحب منها، يعني منطقة الأنتيكوبة الفوزة. نقوم بتعقيمها بالأيودين أيضا 30 ثانية وبنفس خطوات أو طريقة التعقيم المعتادة بشكل لولبي من المركز إلى الخارج. نخلي المنطقة هنا نتركها حتى تجف حسب تعليمات الشركة المنتجة لجيل التعقيم هذا أو للمادة المعقمة اللي راح نستخدمها. نفس الخطوات اللي قلناها بالخطوة الأولى، إنه إذا الشخص قام بتني الذراع مالته أو لمس المنطقة أو جاب شيء خلاه عليه وما كان معقم، أيضا تعاد خطوات التعقيم. يعني نقدر نختصر التعقيم بالتالي، إنه المنطقة نغسلها بالصابون، هذه المنطقة مهيئة للجمع، غسلناها بالصابون، نجيب أيودين وتقريبا 4 سنتيمتر بحركة لولبية للخارج، نعقم المكان، من نرجع نلمسه هذه المنطقة صارت جاهزة لعملية جمع دم. البلاد كولكشن بروسيجر، شلون أجمع الدم؟ هي عملية جمع الدم هنا سهلة ما بها أي مشكلة أو أي تعقيدات، لكن الفرق عن عملية جمع الدم الاعتيادية للفحوصات الأخرى إنه النيدل اللي نستخدمه هنا يكون أكبر من اللي نحن متعودين عليه. الحجم مالته هو 16 جيج أو 16 جي، بالطول مالته هي 40 مليمتر. أنا راح أشوفكم الكيس والنيدل مالته بالمختبر إن شاء الله، ونعيد شرح هذه الخطوات، نحاول بشكل عملي بس ما راح نجيك اي واحد منكم لان حجم النيدل كبير. قلنا منطقة السحب هي اللارج فين، الوريد اللي يكون واضح وبارز بارز وغالبا يكون وريد قوي. نستخدمها اليد اللي يستخدمها المتبرع، يعني هو اليمناوي نسحب الدم من الجهة اليمنى، هو يسراوي نسحب الدم من الجهة اليسرى، لان اليد اللي تستخدمها غالبا هي تكون الاوردة مالتها اقوى واوضح. النقطة الأولى لعملية جمع الدم أنه نهيئ المتبرع لعملية جمع الدم، ونحاول أنه نطمئنه لإجراء هذه العملية. نستخدم التورنيكيت أو البلاد بريشر كاف، نربط حول ذراع المريض 3 إلى 4 أصابع فوق المرفق.
طبعا نتجنب اذا كانت المنطقه بها نذاب او حروق، هاي المنطقه ما نسحب منها، نشوف نقطه بديله لعمليه جمع الدم. نحضر المنطقه بالتعقيم حسب مواصفات منظمه الدواء والغذاء العالميه. نحن هنا ما راح نعيد هاي الخطوات الثالثه انه حضرناها ونعقم ونغطيها بشاش معقم، لا، هذه الخطوات وضحناها بعمليه التعقيم. يعني نحن هسه المفروض انه جاهزين نجمع الدم. اذا كان اكو اثر للجل التعقيم في مكان السحب، نقوم بازالة هذا الجل. قبل لا استخدم الكيس مالتي لعملية جمع الدم، ارجع افحصه مرة ثانية انه هذا الكيس ما بأي عيوب، ماكو اي تغييرات لونية بالكيس. ايضا الميزان اللي يوضع بالاسفل هو ايضا اضبط على الحجم المطلوب سحبه من الدم حسب الكيس. قبل لا ابدي عملية السحب، اكو قراصات تصل التيوبات من الاعلى، هذه القراصات احاول انه تكون هي مسدودة حتى ما يدخل هواء من ادخل النيزو و يجر الدم الى الداخل. لا، القراصات تكون مسدودة، هي اصلا التيوب من فوق مسدودة، يعني قبل لا ادخل النيدل، ادخل النيدل اثرس في دونيشن باك، ثم افتح التيوب اللي تروح للكيس الرئيسي حتى اسرع جريان الدم من خلال التيوب الى داخل الكيس. اربط البلاد بريشر كاف وارفع الضغط بها الى من الى أو تقريبا 40 او الى 60 ملم زئبقي حتى تتسرع عمليه جريان الدم الى داخل الكيس. ربطنا البلاد بريشر كاف حول ذراع المريض، رفعنا الضغط الى 20 او 40 حتى تبين الوريد بشكل اوضح ويجري الدم بشكل اسرع الى داخل النيدل. هنا نحن جاهزين لعمليه ادخال النيدل الى داخل الوريد، ندخله بشكل سريع الى داخل الوريد ونثبت النيدل بعد ما دخلناه الى داخل الوريد بشريط لاصق نثبته حول ذراع المريض حتى ما يتحرك او ما يطلع النيدل من داخل الوريد. نطلب من العفو المتبرع، نطلب من المتبرع انه يفتح اليد مالته بهذا الشكل كل 10 ثواني بشكل بسيط حتى يجري الدم ايضا بشكل سلس وسريع الى داخل الكيس. عملية التبرع كلها ما تستغرق أكثر من 5 إلى 14 أو 15 دقيقة، يعني هي غالبا خلال 7 دقائق منتهية إذا ماكو مشاكل. بعدها نقلل الضغط اللي طبقناه على البلاد بريشر كاف إلى 20 ملم زئبق ونبقى مراقبين للمتبرع، يعني مو إنه دخلنا النيد إلى داخل الوريد وجهزنا انه الدم يجري داخل الكيس ونترك المريض الى ان تنتهي العمليه. لا، نبقى مراقبين للمريض ونحاول انه نمزج الانتي كواجولانت مع الدم اذا هو ما كان عندنا جهاز حساس هو يقوم بعمليه المزج تلقائيا. هي غالبا الميزان الحساس اللي نستخدمه ايضا يكون بنفس الوقت يعمل كميكسر للبلاد والانتي كواجولانت. إذا ما عندنا جهاز ميكسر، لا، نحن كل 45 ثانية نقوم بعملية المزج. من يوصل الكيس الرئيسي إلى الحجم المطلوب، خلينا نقول 450 مل
او الى 490 ميل. يعني هو المذكور لنا انه ممكن 405 الى 409، لكن نحن ما نريد نسحب، انه غالبا نخلي الميزان او الحساس مالته على 450. يوصل 450 خلاص انه هذا ما راح يسحب بعد. ايش راح نسوي نحن؟ راح نجي على القراصات الموجوده في اعلى التيوبه قريبه من النيزل، نقوم بسد القراصه الرئيسيه هنا حتى نمنع انه يجري الدم اكثر بعد. بنفس الوقت نفتح القراصه الاخرى اللي كانت تروح للبريدونيشن باك للتيوبه الفرعيه. من راحت للتيوبه الفرعيه هنا الغرض منها انه ادرس هذه المنطقه او هذا الكيس الصغير حتى اسحب بالتيوبه كميه من الدم للفحوصات الفيروسيه مثل ما قلنا، اللي هو الغرض من استخدام هذا الكيس غالبا، بالاضافه الى التخلص من البكتيريا اللي صارت بالبدايه وانجمعت بهذا الكيس. راح نستخدمه ايضا هذا الدم لاجراء الفحوصات الفيروسيه. بعد ما ترسنا التيوبات الخاصه بنا راح نطلع النيدل. نطلع النيدل وهذا التيوب الجانبي مفتوح حتى الدم الموجود بين، خلينا نشوف لكم الصوره اوضح. هنا من خلصنا جمع الدم من الكيس نطلع النيدل، اكو دم بهذه المنطقه من التيوبه، حتى اضمن انه هذا الدم كله ينزل راح افتح هذه القراص الزرقاء بالبري دونيشن باك وتنفرغ هذه المنطقه بشكل كامل. بعد ذلك اقوم بسحب هذا الغطاء الواقي للنيدل الى الاعلى، هي راح تنسد النيدل، ينسموها غطاء الامان. هذا اللي شرحناه هو موجود ضمن هذه النقطتين. بعد ما انهينا عملية جمع الدم طلعنا النيدل، نروح لجهاز حراري. نشوفكم الجهاز الحراري هذا. هذا الجهاز راح يقوم بتقطيع التيوب نفسها المربوطة بكيس الدم، يسدها حراريا الى نجزئها في البداية الى عدة قطع، يعني مثلا بين كل 4 أو 5 أصابع نخلي التيوبة على هذا الجهاز الحراري، راح يفصلها الى اجزاء، يعني 3 أو 4 أجزاء. الغرض من جمعها بهذا الشكل، هذه ممكن استخدمها لاحقا لاجراء فحوصات اخرى على هذا الدم اذا احتاجت انه اجري عليها فحوصات، مو اجري افتح الكيس حتى اسحب منه الدم واجري عليه اختبارات، لا، الدم اللي انا جمعته بالتيوبات المقطعه هنا او مجزأة حراريا هذه استخدمها لاختبارات اخرى. باقي التيوبه بعد ما سددتها حراريا اقوم بفصلها واهمال الاجزاء الاخرى اللي هي النيدل والجزء الصغير من الكيس او الكيس الصغير، اتخلص منها بالسافيتي بوكس اللي باقي البايو هازارد فيها غالبا، حتى اذا لا سمح الله اكو امراض ما تنتقل عن طريق هذه المواد. بايو هازارد تيوب ان شاء الله. هسه نحن جمعنا الدم بالكيس وسدينا بكافه تفاصيله، قلنا انه بعد ما نقوم بالانتهاء من جمع الدم نقارن المعلومات المكتوبه على الكيس مع الموجوده بسجل المتبرع للتاكد من صحتها. النقطه 15 هي السد الحراري للتيوبه وتقطيعها الى قطع. جمعنا الدم، انتهينا من عمليه جمع الدم، راح نقوم بخزن هذا الدم اللي جمعناه. اذا انا اريد اخزنها كهول بلاد دم كامل راح اخزنها في درجة حرارة من 1 إلى 6 درجة سيليزية، لكن اذا انا اريد افصله الى اجزاء، يعني اخذت منه صفيحات الدموية، اخزن الصفيحات الدموية بدرجة حرارة 20 إلى 24 درجة سيليزية. الـ RBC وحدة إذا جزأناها بعد عملية التجزئة ينخزن أيضا في درجة حرارة 1 إلى 6 درجة سيليزية. لكن البلازما اللي أنا فصلتها من هذه المحتويات، قلنا أنه عندنا سنترفيوجات خاصة هي اللي تقوم بعملية الفصل
لهذه المحتويات. البلازما تنخزن داخل درجة حرارة سالب 30 درجة سيليزية. ملاحظات أثناء عملية جمع الدم. إذا قمنا بإدخال النيدل لجمع الدم داخل الوريد وما كملنا عملية الجمع لأي سبب كان، يعني الكيس مالتنا ما وصل للحد المطلوب، راح نقوم بإهمال هذا الكيس بشكل نهائي. ما نعيد استئناف عملية الجمع ولا نقوم بالاحتفاظ بهذا الكيس أيضا. إذا استخدمنا أيضا كيس آخر دخلنا نيدل إلى داخل الجلد وما دخل الوريد، يعني ما شفنا الوريد اللي ممكن نسحب منه الدم أو نجمع منه الدم، ما نعيد المحاولة بهذا الكيس مرة أخرى، نحمل هذا الكيس أيضا كون النيدل مالته دخل إلى جسم متبرع آخر. أيضا إذا قبل عملية التبرع إذا قمنا بلمس النيدل نفسه أو لامس هذا النيدل أي سطح آخر ملوث غير معقم أو أنه بقى النيدل مفتوح يتعرض للهواء لفترة طويلة أيضا ممكن أنه يصير ملوث بهاي الحالة، فمن الأفضل أنه أتخلص من هذا النيدل وما أعيد استخدامه أيضا. هذه الصورة هي لجهاز البنش سيلر تيوب أو بنش تيوب سيلر، جهاز سد التيوبات حراريا. وهذه الصورة هي للبالانس أو الميزان اللي يستخدموه لعملية جمع الدم، يتم معايرته على كمية الدم المطلوب جمعها مثلا 450 مل، وينطيك الفترة اللي بدأت بها عملية الجمع وانتهيت منها من عملية الجمع. قلنا هي الوقت غالبا هو من 5 إلى 15 دقيقة مو أكثر، عملية الجمع تطول. الكيس يتم وضعه بهذا المكان. الميزان أيضا مجهز بميكسر، يعني هو يقوم بعملية المزج تلقائيا لمزج عملية الدم والأنتي كواجيولنت. لهنا تنتهي محاضرتنا، فإذا أي واحد منكم عنده أي استفسار أي سؤال تفضل. ماكو واحد عنده أي سؤال؟ هي محاضرة مبسطة بسيطة. بالبداية نحن أخذنا المعايير اللي نعتمدها لتحديد أنه هذا المتبرع مؤهل لإجراء عملية التبرع بالدم. نجري عليه عدة خطوات من تسجيل المعلومات، فحص التاريخ المرضي أو التاريخ الطبي للمتبرع، وكذلك فحص الطبي إلى الفيزيكال اكزامينيشن، واختبارات مخبرية كأن تكون فحص الـ HB حتى نعرف أنه الدم مالته كافي لإجراء عملية تبرع أو لا. المحاضرة مطلوبة حفظ، البروسيجرات مطلوبة للحفظ، الباقي هي مطلوب للحفظ. يعني هي مثلا النقاط الـ 15 مالت عملية جمع الدم ما مطلوب منكم تحفظوها بهذا الشكل، لا، انت مطلوب منك انت من تجي تسحب الدم تعرف شلون راح تسحب الدم، شلون راح تتعامل مع الكيس وتنهي عمليه جمع الدم. ممكن انه هسه ما صار عندكم صوره واضحه اكثر، بالمختبر راح نجيب كيس ونشرح الخطوات بشكل مفصل ايضا حتى تبقى ببالكم، مو شرط تحفظوها كما هي، ما اريد حفظ، ولا راح اجيب انه عدد لي او اشرح لي بروسيجر عمليه السحب على الورقه وبالورقه والقلم. ممكن يعني اذا كانت امتحاناتنا عمليه نطلب منكم انه شلون راح تتعاملون مع هذا المتبرع، شلون راح تجمعون منه الدم مثلا. اذا انتم فهمتوها ما يحتاج حفظ. مثلا هاي النقاط كلها التقنيات التعقيم بالسلايدات الثلاثه او الاربعه هذه ما مطلوب حفظها، فقط انه شلون راح تعقم المنطقه او بشنو راح تعقم، هي هذا المطلوب. مو الاسبوع الجاي، الاسبوع اللي ورا راح يصير، لان الاسبوع الجاي
يوم السبت والاحد والاثنين راح ناخذ هذه المحاضره كجزء عملي، فالكويز راح يكون بالاسبوع اللي وراء. بعد ما نكوس بهاي المحاضرتين راح نكوس بكل محاضره مباشره بعد ما نشرحها، يعني المحاضره راح نشرحها يوم الاربعاء الجاي وناخذها بيوم السبت والاحد والاثنين اللي بعده، راح نمتحن بيها يوم السبت والاحد والاثنين اللي بعده بالمختبر. مو الاسبوع الجاي، اللي بعده هو كويس باول محاضرتين. عندكم سؤال بعد؟ امتحان بالكلية 5 إلى 10 دقائق من بداية المحاضرة أو نهايتها راح ناخذها ك كويس سريع. بالمحاضرة الأولى الأسئلة ترى مو إنه أنتم تحفظون كلها، لا، إذا أنتم فاهمها هي كافية. الشيء اللي أنا أشوفه إنه هو ينحفظ إنه الأسماء الأوردة اللي ممكن أسحب منها، مثلا الميديان انتي كويت الفين والبازيليك والسيفاليك، لان اللي ممكن تنحفظ، الباقي هي اثناء العمل مالتكم انتم تعرفوها، يعني معلومات عامة. هي محاضرة عملية. ايه، ليش اقول لك انه انت المهم تعرف شلون راح تتعامل مع المتبرع، شلون راح تعقم، وشلون راح تجمع الدان، يعني انت منه وتتعامل فيما بعد مع الكيس. انا اكو فيديوهات هم اشوفكم ان شاء الله شلون راح تجمع الدم، بعد ما جمعت الدم شلون راح تفصل النيزل عن باقي التيوبة، شلون راح تسيطر حراريا، وشلون تجزئ التيوبة الى عدة قطع حتى تجري عليها فيما بعد اختبارات إذا احتاجت أنه تساوي اختبارات أخرى على الدم. راح ننهي المحاضرة الآن إذا ما عندكم أي شيء بعد. الجزء النظري بها يعني هي كتعدادات بالبداية، بس إذا ترجع لها مثلا هذه النقاط الأربعة كتعدادات وتسجيل معلومات المريض، الكويشنير هذه هي كلا، الفيزيكال اكزامينيشن اللي ممكن انت تسويها، شنو هي الفيزيكال اكزامينيشن، هذه كتعدادات. يعني الاختبارات المخبرية هي ايضا تعدادات، مثلا راح اقيس الهيموغلوبين والاي بي او، الطرق اللي اقيس بها الهيموغلوبين هي ثلاثة، لأن هي كتعدادات بسيطة. يعني الباقي هي معلومات أنت من خلال عملية جمع الدم راح تعرفها تلقائيا، يعني مو إلا تحفظها. راح نوضحها أيضا بشكل أكثر عمليا داخل المختبر إن شاء الله. نشوفكم على خير إن شاء الله الأسبوع القادم، في أمان الله.